السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد دائما بالقناة معكم ليلى. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه مافنز مالحين بالدجاج والجبن، كيجيو خطيرين جدا جدا، مذاقهم ولا اروع. فكنتمنى لك انتو اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناه نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمكونات والطريقه، تابعوا معي الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا المكونات اللي غادي نحتاج لتحضير هاد لي مافينز، عندي هنايا جوج ديال البيضات، زدت معاهم شويه ديال الابزار أو الفلفل الأسود، قليل من الملح. عندي هنايا 100 غرام ديال صدر ديال الدجاج، قطعته رقيق جدا جدا وشحرته مع بصلة كبيرة وفي زيت الزيتون ومليحة وليبزار. صدور الدجاج مقطعين مكعبات صغيرة مع بصلة كبيرة مشحرة في زيت الزيتون، ملح وفلفل أسود، 100 غرام ديال الزبدة دايبة، فلفل أحمر حلو حتى هو شحرته في شويه ديال زيت الزيتون ملح وليبزار، مع ملعقه كبيره من الزيتون الاخضر بدون نواه، 50 غرام ديال الفرماج الاحمر ايضا مبشور على هذا الشكل، جوج ملاعق كبيره من زيت الزيتون، قليل من الهريسه كيبقى اختياري، جوج خمارات من وزن 8 غرام، 225 غرام من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وعندي هنايا شويه ديال الثوم غبره اللي غادي نضيفها كذلك مع البيض، وقلت لكم جوج ملاعق كبيره من زيت الزيتون. غادي نضيف كذلك قليل من بودره الفيمي، بودره المدخن، غادي تلقاوها عند حمزه اللي كاين في الرباط، كتعطي واحد المذاق رائع رائع جدا جدا جدا. كنتمنى انكم تاخذوها وتبداو كتجربوها في هكذا في الخدمه ديالكم. كيف كتشوفوا ها هما المكونات بالصات. دابا غادي ندوزو باش غادي نخدموا هاد المافنز. فعندي هنايا في هذا الاناء اللي وضعت فيه البيض، غادي نطربو واحد شويه ثم غنزيد زيت الزيتون، الزبدة، ونسيت ما قلت لكمش غادي نضيفو كذلك الحليب. عندي هنا 150 غرام ديال الحليب، ما يعادل تقريبا 160 مليلتر. بالنسبة للمقادير والمكونات دائما غادي تلقاوها في صندوق الوصف اللي هو المثلث الصغير اللي تيكون تحت الفيديو، دائما غادي تلقاو المكونات والمقادير مكتوبة تما. فضفت هنايا الحليب، غادي نضيف قليل من الهريسة، كيبقى لكم الاختيار إذا بغيتو أو لا، غير نصف ملعقة صغيرة، كذلك ثومة، ثوم غبرة كتعطي واحد المذاق رائع في هاد المافنز. غادي نضيف الدقيق والخميرة، وغادي نخلي هذاك الدجاج والفلفل حتى الأخير، عاد غادي نضيفهم. طبيعة الحال الدقيق الدقيق ملي كنبغيو نخدمو به كيخصنا نكونو مغربل أي منخول. صافي غادي نخلط مرة أخرى، كيصبح لنا الخليط على هذا الشكل. صافي غادي نزول التراب وغادي نختم بلا سباتول. غادي نضيف الفرماج، الجبن، كذلك الفلفل الاحمر مع الزيتون، والدجاج مع البصله، وغادي نخلط الكل مع بعضياتهم مره اخرى حتى كي ينسجم لنا هذا الخليط كامل،
عاد غادي ندوزو باش نعمرو لي كيسات لي غادي نديرو فيهم هاد المافنز وندخلوهم الفران. في هاد الاثناء انا شعلت الفران تيسخن على درجة حرارة 180، فوالا. فغادي نستعمل هاد لي كيسات هادو على هاد الشكل، كنديرهم بطبيعة الحال في الطاوة اللي غادي ندخلوها الفران، وكناخد هاد الحشوة، وكناخد دائما الملعقة اللي كتكون خاصة بالايس كريم، هي اللي كتسهل علينا الخدمة. صافي، وغادي نعمر هاد الكابس ديال المافنز. تقريبا غادي نخلي غير واحد شوية الجهد اللي غادي تنفخو فيه هاد المافنز. صافي، وغادي ندخلهم الفران حتى كيطيبو مزيان، كتاخد تقريبا واحد 25 دقيقة، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نحضرو الكريمة اللي غادي نزينو بها هاد المافنز من الفوق. اذا كيف كتشوفوا، فمن بعد ما خرجت لي مافن ديالنا من الفران فكنخليهم حتى كيبردو تماما، عاد كنقدروا نزينوهم باش هكذا الكريمه اللي غادي نوضعوه من الفوق ديال المافنز ما تسيحش، يعني تبقى قابطه في راسها. فبالنسبه للجبن اللي غادي نستعمل، انا استعملت هنايا الجبن ديال الجبلي، ممكن تستعملوا الراعي، ممكن تستعملوا فيلادلفيا، اي جبن متوفر عندكم في المنزل تقدروا تستعملوه. كذلك ممكن تستعملوا الجبن اللي هو المربعات، غادي نضيف عليه كميه من الاوريغانو او الزعتر، كذلك ملعقه كبيره من زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون كيعطي واحد المذاق رائع جدا جدا مع هذه الكريمه، كنتمنى انكم تجربوه. كذلك كيتواتى بزاف مع المافنز اللي كيكونوا مالحين، فكنخلط هذيك الكريمه مع زيت الزيتون والزعتر، كنطربوهم مزيان فقط باستعمال ملعقه، يعني ما يحتاجوش اننا نستعملوا الطراب اليدوي. ثم غادي ناخد واحد الجيب الحلواني اللي غادي نديكوري به هاد المافنز، ممكن تستعملوا اي جيب حلواني عندكم، ممكن تستعملوا اي شكل حبيتوا تزينوا به. كذلك ممكن تدهنوا فقط بالملعقة من الفوق ديال المافنز، يعني ما تقيدوش نفسكم بحاجة اللي ما كانتش متوفرة في المنزل. فكنوضع هكذا على شكل وريضات من الفوق بهذاك الجيب، كيعطي فعلا واحد المنظر رائع، وكذلك الكريمة مع المافنز المالحين كيجي مذاقها خطير جدا. فكيف كتشوفوا كنحصلوا على هذا الشكل هذا. وبالنسبة كلمسة أخيرة ممكن نضيفوها، فكنوضعوا واحد زيتونة سوداء من الفوق باش كتعطي كذلك لمسة أخرى من بالتزيين لهذا المافنز، وممكن نرشو كذلك بشويه ديال البافون او لا بشويه ديال الزعتر كذلك من الفوق فقط القليل. وهذا هو الشكل اللي كيكون ديال التزيين اللي غادي نستعملوا لهاد المافنز. وكي كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال المافنز اللي حضرت معكم اليوم المالحين بالدجاج، كنتمنى انهم يكونوا نالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم، لانه فعلا فعلا كيجيو رائعين. وهكذا احسن الناس اللي ما تياكلوش يعني حلويات او شي حاجه نفرحوهم بهذا المافنز اللي كيكونوا مالحين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون الاستحسان ديالكم وعجبكم، فلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيه ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس اللي تيكون جنب كلمه الاشتراك باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.